المراجعة الفرنسية. كنا قلنا من قبل بأن الصرف ديال الأفعال اللي فيها جي أو أريك في البرومي بيرسون ديال بلوريال ياك بحال يعني نو نو مونجون نو شانجون نو شارجون إلى آخره، تنزيدو ديك أو ياك. إذن قلنا بأن هذيك الجي إمتى تنطق الجي؟ إلا كانت قدامها أو أو إلا كانت قدامها إي ياك كتقرج الباقا كتقرق. إذن إلا قلنا مثلا نو شارجون إذن ضروري غنزيدو ديك أو وإلا غنقراوها نو شارجون ياك. إذن باش ما نطقاش نو شارجون إلا أن الفعل كله جاي 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 في الآخر نوصلو للنو وبعدين نقراوها نو شارجون ما غاتجيش ياك. إذن خاصنا نزيدو لها أو باش نطقوها بداك الشكل. إذن كاين بحال دابا غنصرفوها مثلا في لامبارفي اش غنقولو نو شارجيون، واش غنحتاجو نزيدو أو؟ ما غنحتاجوش. علاش؟ هي أصلا قدامها إي. إيه كاينة قدامها إي هذا هو. بالنسبة ل لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو كنا قلنا بأن هذاك لو كومبليمون تنعنيو به بحال اللي عندنا حنا في اللغة العربية بحال المفعول به أو الجملة يعني الجزء اللي تيكمل الجملة. في الفرنسية تنقولو لو كومبليمون جاية من كومبليتي يعني بحال الجزء اللي تيكمل ديك الجملة، يعني تيكون عندنا الفيرب تيكون عندنا السوجي وتتكون عندنا ديك البارتي اللي باقا في الجملة، هذيك البارتي الأخرى تنسمى كومبليمون يعني تيكمل الجملة. كومبليمون يعني مكمل ياك. غير وداك المكمل ياك تيكون أنواع، واش هو ديال الوقت، واش هو ديال المكان، واش هو ديال ياك. بحال دابا الحالة اللي كنا شفنا في المراجعة السابقة كنا قلنا بأنه لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو، لو ليو هو المكان معروفة. سيركونستانسييل بحال بغيت نقول أدجيكتيف ديال سيركونستانس، لي سيركونستانس يعني هما الظرفية فهمتي. تنقولوا مثلا الى دابا قلبت على الترجمه ديالها غتلقى المعنى ديالها بالفرنسيه غتلقاها هي لا كونجونكتور يعني هي الظرفيه. مثلا تقولوا الظرفيه اللي تمر بها البلاد ياك لا سيركونستانس. اذا لا سيركونستانس يعني بها الظرفيه او ياك شنو هي الظرفيه يعني تنعنيو بها مثلا سيركونستانس تنعنيو بها لا كونجونكتور ولا هي الظرفيه كونجونكتور هي اللي صرحت لك دابا. ولا تنقولوا ايطا جينيرال يعني حاله عامه يعني عندها نفس المعنى حتى هي. بحال ملي نقولوا هذيك البلاد مرت بواحد الظرفيه صعبه يعني مرت بواحد الحاله صعيبه فهمتي المعنى ديالها. اذا هذه المعنى ديال لا كونجو يعني ديال لا سيركونستانس اللي جايه منا سيركونستانسييل. دابا نرجعوا شوف شنو هي الظرف. الظرف الا مثلا درتي رساله بغيتي ترسلها لشي واحد، كتبتي واحد الرساله واحد الورقه الى اخره، واش غترسلها بحال هكاك بين اي واحد غيقراها في الطريق؟ اذا شنو خلاها واحد الظرف وديرها فيه ياك. اذا داك الظرف تيسر ديك البرق. اذا ديك الرساله اللي رسلتي انت هي موجوده في داك الظرف. اذا الظرف شنو المعنى ديالو؟ دابا قلبت على لا سيركونستانس عطيني المعاني ديالها شنو هي. يعني شي حاله تت اكومباني واحد 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 الاكسيون. مثلا عندك واحد الاكسيون وقعت، شنو هي الحاله اللي كانت مشات معاها، كانت مرافقه ليها فهمتي ولا لا؟ إذن هذيك تتسمى لا سيركونستانس. بالنسبة للظرفية نرجعو باش نفهموها بالعربية أولا، مثلا على غرار الرسالة اللي رسلناها في الظرف، فكذلك ملي تقوم أنت بواحد العمل مثلا في واحد النهار، مثلا تقول أنا قمت بهذا العمل يوم الجمعة، إذن هذه يوم الجمعة راه تتسمى سيتان كومبليمون سيركونستانسييل دو طون ياك؟ ولا قلت ديال الزمان، ولكن اذا هذا الزمان هو مغلف داك الوقت داك ديك لاكسيون اللي درتي انت. انت قمتي بواحد العمل، امتى قمتي به؟ نهار الجمعه. واحد اخر قام به نهار الخميس، واحد اخر قام به نهار كذا ياك. هذا الخميس الجمعه ديك اذا كان ذاك النهار تيغلف داك العمل اللي قمتي به انت. اذا تنسميه ظرف زمان الحمد لله. يعني انت قمتي بهذاك العمل في ذاك النهار، عاودتيني قمتي بواحد العمل اخر في ذاك النهار الاخر، وحتى في ذاك النهار قمتي بذاك العمل في الساعه الاولى، قمتي بذاك العمل في المساء ياك ولا لا؟ اذا هذاك المساء تيتسمى ظرف. كانك شديتي ذاك الظرف ودرتي فيه ذاك العمل ديالك انت
فهمتي كيفاش؟ يعني داك العمل محدود، داك العمل اللي قمتي به انت محدود بداك الظرف، داك الزمان اللي قمتي به بداك العمل، فهمتي ولا؟ دابا نرجعوا للمكان، المكان حتى هو تيشبه لهاد المساله ديال الزمان. انت قمتي بالعمل فين؟ في الرباط. واحد اخر قام بالعمل بنفس العمل تقريبا او عمل اخر في الدار البيضاء. واحد اخر قام بالعمل فين؟ في المكناس. اذا كل اذا يعني لا دابا نجيو للمكان، دابا حيت على الفرنسي اللي عندنا كومبليمون سيكونستونسييل دو ليو ماشي دو طون، ياك؟ اذا دو ليو، دو ليو يعني ديال المكان. اذا هذاك المكان راه تيغلف داك العمل ديالك، تفقمتي بالعمل قمتي به في واحد المكان معين. اذا هذاك المكان كانه تيغلف لك داك العمل، اذا انت قمتي بداك العمل محدود في داك المكان، ماشي قمتي بالعمل في اي مكان اخر، لا قمتي به في داك المكان بالضبط، كيغلف العمل ديالك. اذا كانك كان داك العمل ديالك محاط بداك داك داك المكان، عندك كيفاش؟ هذا هو المعنى ديال الظرف، هذا هو المعنى ديال السيركونستانسي، هذاك تنقولوا ان كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو، يعني هذاك داك العمل اللي قمتي به انت او اي اكسيون قام بها اي شخص او اي حركه وقعت واحد لاكسيون كيما تكون من اي كان، اذا هذيك لاكسيون اما يغلف زمان او يغلف مكان، فهمتي؟ اما انها غتكون في واحد المكان معين او في واحد الزمان معين، فهمتي؟ اذا تنقولوا بان داك راه داك كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو. نجي مثلا اون بيتي ديجوني اغابه، خديت الفطور ديالي مثلا في الرباط، اذا فين خديتي الفطور ديالك؟ الرباط. اذا هاد لاكسيون ديالك وقعت في الرباط، فواحد لوليو، واحد المكان سميتو الرباط، فهمتي ولا؟ اه. دابا نجيو لهاد الفقره المواليه الفرنسيه وهي لو برونوم بوسيسيف. اه لي برونوم بوسيسيف يعني لي برونوم معروف اللي هما اسماء الملكيه، ياك؟ كيتسمو الضمائر ولكن ديالاش ديال الملكيه، ياك؟ لي برونو بوسيسيف يعني ديال الملكيه. تنقول انا جو بوسيد مثلا ان ستيلو، شنو جو بوسيد ان ستيلو؟ يعني تنملك ستيلو، عندي ان ستيلو يعني عندي ستيلو، ولا جو بوسيد، جو بوسيد ان ستيلو، فهمتي ولا؟ جو بوسيد ان ستيلو يعني تنملك، راه ديالي. الا قلت جي ان ستيلو يقدر يكون ديالك يقدر ماشي ديالك، المهم راه عندك، فهمتي ولا؟ فهمتي كيفاش ولا؟ إذا ملي تنقولو جو بوسيد يعني راه تنملك. دابا باش تعبر على الملكية، مادام هاد ال هاد الأدوات هنا كلهم تيعنيو الملكية، إذا كاين بزاف ديال الضمائر، يعني تيرجع الأمر أنك تتكلم على عليك أنت، أو تتكلم على الشخص اللي قدامك، أو تتكلم على أشخاص غائبا، ياك؟ تيرجع الأمر إما مفرد مؤنث أو مفرد مذكر أو جمع مؤنث مذكر او جمع مؤنث، ياك ولا لا؟ وتترجع الامر عاوتاني بالنسبه للمفرد او بالنسبه للمفرد او الجمع مذكر مؤنث، واش حاضر ولا غير؟ ستيلو ميا تنقولوا هاد سو ستيلو ميا، ستيلو ميا، ستيلو ميا يعني راه ديالي، ستيلو تيا ديالك، ستيلو سيا ديالك، هنا بلوزيور بوسيسور، ياك؟ ديالنا. اه لو نوتخ يعني ستيلو ديالنا او دار ديالنا، لو فوتخ ديالكم، لو لوغ يعني ديالهم، ياك؟ يعني ما ديال حتى شي واحد اللي فينا حنا حاضرين، ديال ديالهم هما اللي غايبين، ياك؟ في ميناء هنا عاوتاني ترجع داك الشيء، واش في ميناء هنا هذاك الشيء هنا مذكر، هذاك الشيء هنا مؤنث، فهمتي؟ مثلا مسطرة لا غيكل، هنا لو ستيلو، هنا لا غيكل، سي لا ميان، لا تيان، لا سيان، لا نوتخ، لا فوتخ، لا لوغ، بحال غير هذا داك الشيء مؤنث. هنا نرجعو للبلوريال، عندنا بزاف بزاف ديال الاشياء ماسكول، اه عندنا بزاف ديال الاشياء ولكن ديال واحد، شي تسمو لي ميه كلهم هادو ديالي، ديالي لي تيه كلهم ديالك، لي سيان كلهم ديالو، سو البوسيسور، ياك؟ لي سيان. هنا تترجع هذيك الشيء مؤنث، لي ميان، لي تيان، لي سيان، ياك؟ ديالهم. دابا نرجعوا بزاف ديال تيملكو ولكن تيملكو عاوتاني بزاف ديال الحوايج، ياك؟ لي نوتخ هنا تيتلاقى فيها الفيمينان مع الماسكولا، لي نوتخ لي فوتخ لي لوغ، فهمتيني ولا؟ هذا هو الفرق بين لي برونون بوسيسيف. كاين بعض الناس اللي تيوقع لهم واحد الخلط بين لوغ و لوغ، ياك؟ سي سي، ياك؟ هيا هنا عطاوك هنا لوغ افيك بعد مرة تنديرو لها اس، اي تان ادجيكتيف بوسيسيف، ال بوسيد ان نو
كيل ديتيرمين هذا عندي الى انديك كيليا بليزيور بوسيسور ايل سينيفي دو ديل يعني ديالهم يعني لوغ هذا المعنى يعني هي ديالهم ياك سونزيس هي اللي تنقول يعني راه ديالتهم ولا ديالهم ولا درنا لوغ افيك اس يعني راه ديالهم فهمتي يعني بزاف ديال الحوايج ديالهم كاينه ايل برون لا مارك دو بلوريال اس سيل سو رابورت ان نو او بلوريال يعني هي اللي قلنا دابا يعني بزاف ديال الحوايج يعني في يعني حاجه في بلوريال يعني بزاف ديال الحوايج او ا دو نو او سينغولي يعني جوج ديال الحوايج ولكن تيكونوا في سينغولي ياك ولكن هادو بجوج راه تيوليو بلوريال فهمتي اذا مسطره وقلم مثلا هادو راه ديالهم تنقولوا تنستعملوا تنعوضوها بهاد لوغ ياك بحالاش لوغ ميزون لوغ شوسور لوغ فرير اي سور لوغ ميزون يعني هذا مفرد شوسور شوسور راه شوف شوسور فاش كاينه كاينه في بلوريال في بلوريال يعني لوغ فرير اي سور يعني لوغ فرير يعني الاخ الاخوان ديالو الاخوات ديالو اذا تستعملوا قدامهم لوغ ياك كاينه هاد اللغه الاخرى لوغ دوفون ان فيرب est un pronom personnel ماشي possessif c'est un pronom personnel يعني تعوض شخص فهمتي le pluriel de lui يعني هي البلوريال ديال lui فهمتي il est donc variable il signifie à eux de يعني ديالهم هذه لا à eux ليهم فهمتي معايا je lui donne des cadeaux اذا عطيتهم عطيتو كادوات فهمتي معايا je lui عطيتو ديك تو هي ديال لوي فهمتي اعطيته ديك الهاء هي لوي فهمتي اذا لما عطيت انا الكادو لهم فهمتي عطيت الكادو له له هذه هي ديك له هي لوي هي ديال المعنى اللي عوضوا اللي عبروا لهنا ا يعني له لهم ولا لهن ياك كاين جو لوغ دون دي كادو يعني عطيته ياك دي كادو عشو بزاف الكادوات كادوات جمع ديال لوي فهمتي جو لوغ دون دي كادو يعني عطيتهم كادوات يعني عطيت كادوات ليهم فهمتي لهم او لهن لحساب المعنى ياك اذا هنا كاينه هاد السي هاد السي اللي كنا شفنا هنا السي يعني السي راه معروف هادي السي والسي ياك سيدي فاش نستعملوا هاد السي وهاد السي فاش هاد السي اشاره و سي ستيلو يعني هاد السيلوات ياك ولا قلتي سي ستيلو يعني هاد السيلوات ديالو فهمتي ديالو اي هاد السيلوات ديالو سي ستيلو فهمتي سي ستيلو يعني السيلوات ديالو هادي اي تان ادجكتيف ديمونستراتيف بلوريال دو سو هي هذا سات يعني حتى هي هذا قول هذه بالنسبه لك كان قدامها شي نو لي قد لي نبدي باش بفويال تكون عند تكون عند تنديروا هاد الطي ما نديروش هذا تنديروا هذه ست عندي ست هذا بالنسبه للمؤنث هذه هي اللي هي هذه غير هذا الا هذا غنديروا حتى سو اوم غير كتقول سو اوم كتقول ست اوم عندي باش يجينا في النطق مزيانه هني هي ديتيرمين ان نو او بلوريال هي ديتيرمين ان نو او بلوريال يعني اين ديتيرمينا نو في بلوريال هذيك فهمتي تنقولوا هاد السيلوات ياك هاد لي كارطابل هادي سي كارطابل هادي السي الاخرى يعني استن ادجكتيف بوسيسيف يعني ديال التملك الملكيه الملكيه تنقولوا السيلوات ديالو او المحفظات ديالو الى اخره وتستعملها في بلوريال يعني عندنا بزاف ديال الاشياء تملكهم واحد الشخص ياك اتان ادجكتيف بوسيسيف بلوريال دو سون او سوا سا يعني السون يعني بالنسبه لشخص واحد تملك واحد الحاجه ياك او واحد الشخص يملك واحد الحاجه مؤنث فهمتي تنقولوا لا غيغل تنقولوا سا غيغل سون ستيلو سا غيغل هي دي تخمين انو او بلوريال يعني بطبيعة الحال هذه تتعني لنا بلوريال ديال هذه يعني مثلا غنتكلموا على
بزاف ديال لي ستيلو غنقولو سي ستيلو، ولا تكلمنا على بزاف ديال لي ريغل غنقولو سي ريغل، ياك ال ديتيرمين عن لومبلور هي اللي قلنا دابا. اون بو دير لي سيان في حالة الا بغينا نقولو ديولو بلا ما نقولو سي ريغل ولا سي ستيلو، كنقولو سوسون لي سيان، هادو راه ديولو فهمتي. في الاول تنحدو اشنا هو سي ستيلو سي ريغل، باش السامع تيعرف بان راه تنتكلمو على ستيلو تنكلمو او تنتكلمو على لي ريغل ياك، او تنتكلمو على شي حاجه اخرى. هادي لي سيان يعني من المفروض ان هذاك السامع يعرفهم ديول لك فهمتي. اكي ابارتي سي ستيلو مثلا، لما تنتمي هاد ستيلو ديول منهم تقول له سوسون لي سيان راهم ديولو فهمتي مثلا. اذا هذاك المستمع راه سولك على ستيلو، اذا انت ما غتقولش سي ستيلو سوسون سي ستيلو بلا ما تعاود، حيت هو راه سولك عليهم. اذا تقولوا انت سوسون لي سيان باش ما تعاودش الستيلو لي ستيلو الاول ياك ولا لا. غنجيو هنا واحد بس كاين عندي عطيني واحد ليكزومبل هنا ياك. هاد ليكزومبل هنا سي شيان سون كابي اي ماكس، هذاني هاد الكلاب كلاب شنو هما راه كابي وماكس يعني السميات ديالهم. طيب مادام هما بجوج راه ماشي بحال عندنا حنا في العربيه تنستعمل المثنى، بالنسبه للفرنسيه اما المفرد واما الجمع ما كاينش المثنى. سي شيا سون كابي اي ماكس سي كي سون بي انتروتوني، يعني هاد التفاطر ديالو مالهم مهلفين يعني مقادين، انتروتوني يعني مقادين مزيان يعني مهلفين. لان لامبيراتيف لاش نستعملوه بوغ دوني ان اوردر ولا دوني ان كونسايك، هنا غتشوف هاد الكلمات الاخرين تيعطيو حتى هما ديزوردر ياك. لامبيغاتيف ياك تستعملو لامبيغاتيف، لامبيغاتيف راه شفنا قبل يعني يعني لامبيغاتيف تعطي لوردر ولا يعطي واحد الكونساي ياك. كاين بحال هنا تقولك ريسبكتي كامراد، سي لو فيرب ريسبكتي ا لامبيغاتيف. برون سي ميديكامون، سي لو فيرب بروندر ا لامبيغاتيف. شنو كاين هنا؟ ام طون بروشان، سي لو فيرب لامبيغاتيف، سي لو فيرب امي امي ا لا لامبيغاتيف. اذا مصرف لامبيغاتيف. كاين الحالة الثانية بوغ اكسبريمي ان اوردر ياك، نقدروا نعطيو بها امر. شنو هي العبارات خاصين بهذا الشان هذا ياك، منهم هما دو ليكسبريسيون دو لوبليغاسيون دو لا نيسيسيتي. كاين الفو خاص، الفو دغي يعني غير خاص ياك، الفو كو ياك، تي دوا تي اوبليجي دو الي اوبليغاتوار دو تي توني دو تي دون لوبليغاسيون دو ياك ولا ولا ك جو تو دوموند دو جو تو دون دو جي من اوردر ياك. الي انديسبونسابل دو يعني راه ضروري، انديسبونسابل ياك. جو تو دون يعني تنعطيك امر، جو تو دوموند يعني يعني اطلب منك، تي توني انت خاص، انت من الواجب عليك، انت خاصك. الي اوبليغاتوار من الواجب جاي من تدير مثلا اوبليغاتوار، يعني اوبليغاتوار يعني واجب ياك، الي اوبليغاتوار انه واجب. تي اوبليجي من الواجب عليك، تي دوا خاصك الى اخره ياك. تي دون لوبليغاسيون دو انت راك في الضروره باش دير كذا فهمتي. تي دون لوبليغاسيون دو يعني انت راك في الضروره باش دير واحد الحاجه. دو سورتير دي كرير دو دو بروندر اون ميديكامون فهمتي. تي دون لوبليغاسيون دير مثلا تي دون لوبليغاسيون دو بروندر لي ميديكامون، ولا تي دون لوبليغاسيون كو فو بروني لو ميديكامون ياك. كاين الحالتين بحال دابا جو تو دوموند دو بروندر دو سورتير دو ليكول ياك، جو تو دوموند دالي ا ليكول، جو تو دوموند دالي او سوك ياك، جو تو دوموند دي داشتي مثلا لي فروي مثلا ياك، جو تو دوموند مثلا دو فولوفي يعني باش توقف ياك. يعني كلهم يعني تيمشيو بنفس الطريقه تقريبا، غير على حساب الشده ديال الاوبليغاتوار ولا تي اوبليجي، ماشي هي بحال الفو يا ولا لا ولا تي دوا. كاين واحد الشيء ما ديال الفرق في هذيك الشده ديال ديك الاوبليغاسيون اللي خاصك دير، ولا ديال داك الامر اللي غادي تلقى فهمتي ولا لا، ولا داك الامر اللي غتعطي ياك ولا لا. اذا هاد لي طير يعني خاص تحفظهم، ندير فيهم جومي تحفظهم. هادو ميتي تستعمل نيميرو كاردينو هما
لي زادجيكتيف كيانديك ان نومبر يعني تيعنيو لينا واحد واحد الرقم فهمتي هما بصفه عامه قال لك سو ان فاريابل اكزامبل مي 9 كي يعني نافع شناهي استنى ادجيكتيف مالهم هاد الدفاتر تسعود ديولي مالهم سون كوفير يعني كوفير يعني كلهم مغلفين لي كاتر بيرسون الى اخره يعني لي كاتر بيرسون هي يعني الاشخاص الاربعه ياك لي كاتر بيرسون يعني كاتر تبقى هي واخا درنا بلوريال سير واخا هنا عاوتاني درنا بلوريال ناف تبقى هي هاو معنا كي هي موراها هي اللي الدفاتر راهم بزاف ولكن ناف تبقى هي فهمتي باش تزيد لي اس خاص تزيد لي حرف راء حنا درنا عاوتاني لي يعني الجمع ديال كلشي لي كاتر بيرسون يعني واخا مع ذلك بقات كاتر هي كاتر ولكن بالنسبه للسون ولا ف تاخذ اس امتى الا كانت في البلوريال الا كانت عندنا غير سون وحده يعني راه سون ما عندهاش اس كانت ف وحده 20 وحده 400 300 200 اذا اش غتولي غتولي عندنا جوج مئوات ثلاث مئوات الى اخره ياك اذا غنزيدوا لها اس ياك بحال هنا اش عندنا بحال هنا 600 وعندنا ف دابا تنقولوا 80 ياك اذا 80 شنو تاخذ اس تاخذ ولا لا تاخذ امبليير لو سكيل انديك بلوزير 20 او بلوزير سنتين بحال عندنا 600 او 612 هنا شوفنا 612 تحيدات اس شيخ ملي تكون موراها شي حاجه اخرى ما تبقاش 100 بحدا عندنا مثلا 600 تاخذ اس ولكن الا زدنا موراها شي كلمه تتحيد ديك اس فهمتي 80 دابا 80 هي عندها اس مي 86 تتحيد ديك اس فهمتي حيت حنا بغينا نقولوا 300 يعني 300 واش غتبقى 300 نوصلوا 400 لا غنقولوا 310 320 312 321 330 الى اخره ياك ملي غتزيد ديك 30 12 11 الى اخره موراها تتحيد ديك اس بالنسبه لف 80 حتى هي ملي غنزيدو مثلا 86 حيت 80 شنو هي 84 4 العشرينات 4 العشرينات شنو هي هي 80 اذا 80 تنطقوا حنا بحال هكا الفرنسيه هي 80 4 العشرينات تنطقوا بحال هكا تقول بالفرنسيه 4 العشرينات يعني هي 80 هذه هي الصيغه اللي تنعبروا على 80 بها ولكن قلتي 81 82 83 ايش هذه 80 تي 1 80 دو 83 الى اخره ملي غتزيد هذوك غتحيد هذا الاس بالنسبه لنا ملي غتستعمل واحد لي طري دي نيو ولا دي كونجونكسيون امتى بحال هذه دي 7 21 فهمتي 122 ما غاديرش 122 ملاصقه ديريكت فهمتي باش تبين بان راه 20 122 وحده فهمتي يعني مرة من وراك هي صيغه وحده ولكن باش تفرق منه باش يبان علاش انا ما دارش اس عادي دي 7 اش ما دارش بعدا دي 7 بعدا و 7 ما هادي ما عطيناش كنا واش قال لك شنو شي دي غنزيدو لك اس قال لك 100 و 20 و 20 بعدهم هما اللي غتزيد لهم اس في هاد الحالات ملي غيكونوا في البلوريال ولكن انت تزيد الضيف موراهم شي كلمه تتحيد ديك اس هذا هو باختصار كيفاش كاين من الفقرات اللي كاين كاين لو باسي ريسون عرفنا بان لو باسي ريسون شنو هو فينير بلس فيرب على انفينيتيف شنو المعنى ديالها يعني تيحكي لينا واحد واحد لاكسيون وقعات في الباسي ولكن ماشي شي باسي بعيد يعني ماشي في شي ماضي بعيد فهمتي لا يعني باسي يعني هو الماضي يعني شي حركه وقعات شي حاله وقعات شي فعل وقع ولكن ماشي قديم ماشي يومين ثلاث ايام خمس ايام شهر شهرين عام عامين لا اذا وقعت يلاه اش تنقولوا يلاه خرج يلاه درتها يلاه تفكرتك يلاه فهمتي يعني انت واش يلا يعني راه تفكرتك يلا غادي ناكل لا هذيك راه باقه راه كليت يقول يلا كليت فهمتي لا ماشي يلا غناكل هذاك راه لو فيتير بروش هذاك خص تفرق بيناتهم فهمتي لا يعني لاكسيون اي تاشوفي يعني لاكسيون راه كملات يعني هذيك الفعل راه دار الا كنت تكلمتي على الماكله يعني الفعل الماكله راه دارت كليتي فهمتي ولكن انت واش بالباسي واش شي اسبوع واش واش شي ساعتين ولا ثلاثه سوع ولا شي يوم ولا يومين لا يلا فهمت ولا لا اذا تيتسمى خصها باسي ريسون شنو هي ريسون هي جديد
يعني هو ماضي ولكن راه باقي جديد ماشي قديم، فهمتي؟ حيت الماضي ديما تنهضروا على القديم، ولكن هذا الماضي ماشي قديم بحال الماضيين الاخرين، شي حاجه قديمه عندها 10 سنين ولا عامين ولا شهر ولا شهرين الى اخره. اذا هذا الماضي مالو؟ ريسون، ريسون يعني راه جديد. اذا شنو معنيت انا؟ سي تان اكسيون كي سي تا كومبلي، يعني راه كملات. سي تان اكسيون كي سي تا كومبلي راه كملات دون زان باسي، يعني فاش كملات فواحد الماضي تري بروش، يعني قريب دي بريزون، يعني ما بقى له والو يولي في البريزون، فهمتي ولا لا؟ يعني يلاه مفوت مع البريزون بشي دقائق ولا بشي سوايع، فهمتي ولا لا؟ اذا شي تسمى تتسمى باسي ريسون. رومارك لو باسي ريسون ني با ان طون مي ريبريزونت اون فالور تمبوريل. يعني قال لك هنا واحد رومارك، يعني حنا تنعتبروه بحال لو طون، هو قال لك لا هو راه ماشي وقت ماشي زمان، ماشي بحال البريزون فيتير الى اخره، ولكن عنده واحد القيمه ديال الوقت، فهمتي ولا لا؟ عنده قيمه وقتيه، يعني حتى هو تيعطيو يعني تنحسوا بشي حاجه بديك القيمه، ديك القيمه ديال داك الوقت. اشنو تنعني؟ يعني تيعني لينا واحد القيمه معينه، يعني عنده واحد تيعني لينا واحد الفرق معين في الوقت، فهمتي شنو؟ يعني هو راه بحال البريزون ولكن هو ماشي بريزون، هو راه با فات البريزون شويه، يعني راه دار، فهمتي كيفاش؟ العكس ديال لو فيتير بروش. لا مامون بحال دابا انا عندك مثال، لا مامون فيليسيت سون انفون كي فيا ديدي الونديكابي، يعني الام شنو هنئات الابن ديالها، علاش؟ لي الله عون واحد المعاق، ياك؟ يعني عون واحد الونديكابي. ديكاب راه هو الشخص، تنعنيوش بها شنو هي معاق؟ شنو هي معاق؟ الا قلنا معاق شنو علاش نطلقوها؟ اه علاش نطلقوا معاق؟ على الشخص، على الشخص. صافي ستانو ستان بيرسون اونديكابي، ولا نقولوا تو سامبلومون جيدي ان اونديكابي، فهمتي؟ كما نقول ان بيرسون اونديكابي، يعني راه معروفه، فهمتي؟ هادشي اللي عملوا هنا كي فيان ديدي ان اونديكابي. بحال دابا هنا غادي كي فيان ديدي ان اونديكابي، الا بغينا نديرو فيتير بروش اش نقولو؟ جو في ايدي ان اونديكابي، ما نقولش جو فيان ديدي ان اونديكابي، نقول بس فيان كينا الي. كي لو فيرب الي، يعني رانا غادي. واش انا غادي نعاون؟ واش انا عاونتو؟ لا باغي غادي دير، ولكن رانا على واش المساعده ديالو، علاش نقولوها؟ المستقبل. سي تان فيتير بروش، يعني راه قريب، انا قريب. قريب. راه مستقبل هو اقرب ما يمكن، يعني ما غنديرش مستقبل شي حاجه اخرى في المستقبل من بعد منها، يعني ما غنتسناش يكون شي حاجه اخرى غنديرها، شي اكسيون اخرى غنديرها هي الاولى. كال كال تتسمعوا انت بحال بحال، ولكن في الكتابه ديالهم تتشوفهم مختلف، ياك؟ اذا شنو هو الفرق بيناتهم؟ بالنسبه لهاد كال، كال الاولى هي تنستعملوها غالبا بور بوزي ان كيستيون، ياك؟ كال الكاطو شوازيغاتي، اش من حلويات تتبغي انت، فهمتي؟ اذا اش الحلويات تستعمل كال افيك اس، لان الحلويات بلوريال. كال غاغل شوازيغاتي بحال هاد الحاله اللي كاينه عندنا هنا، غاغل مادام هي مؤنث، يعني شنو غنستعملو؟ غنستعملو هاد كال الثانيه، فهمتي؟ علاش؟ لان لي غاغل سي تان نو فيمينا، هيكي او بلوريال، ياك؟ مستعمله في البلوريال. اذا اش غنستعملو؟ غنستعملو هاد كال، ياك؟ اذا هاد كال تنستعملوها المذكر في الجمع، هادي تنستعملو المؤنث فاش في الجمع. هذا مذكر جمع، هذا مؤنث جمع، ولكن الا كانت عندنا غير مذكر بوحدو اش غنديرو؟ غنحيدو اس، غنديرو كال، فهمتي؟ ودي كانت مؤنث نحيدو تدي اس، غير هي ما تعرف بان عاوتاني هاد كال راه تنستعملوهم، علاش تنستعملوهم؟ التعجب، فهمتي؟ تنقولو كال بيلفيل، كال بيلفيل التعجب. كال بيلفيل، يعني اش غدير؟ غدير هادي كال، ياك؟ كال بيلفيل، يعني اش من مدينة كال غروس ستيلو مثلا، ياك؟ إذا اش غتستعمل؟ غتستعمل هادي سون زيس، ياك؟ إلى آخره. بالنسبة لهاد كال قلنا ديال البلوريال، هي تتستعمل بحال هنا تشوفنا بحال ديال التعجب، ياك؟ هنايا كال، يعني ك ال، ياك؟ كيلف التي تريدها، فهمتي؟ بحال هنا تشوفنا زينب انديسيز إل نو سي فغيمون با سو كيل لفو، يعني زينب مالها ما حاداش، ما عندهاش واحد لا ديسيزيون مقاده، ديسيزيون هي واحد الحسم، فهمتي؟ زينب ما حاسماش، إل نو سي فغيمون با سو كيل فو، ما عارفاش اش باغا، فهمتي؟
ما عارفاش شنو اش باغا، فهمتي؟ سوكو ف زينب، فهمتي الاصل ديالها شنو هي؟ انه سي فريمون با سوكو ف زينب، باش ما نعاودوش ديك زينب مره اخرى، سيجمو سوكيل ف، فهمتي؟ هذه كهرة عرفناها وعيل عرفناها، اذا ماشي هي هذه، ماشي هذه الكلمه مشروكه، ولكن مع ذلك في هذا السياق اللي قلنا دابا تتسمع لينا وكانها بحال هادو، فهمتي؟ اذا هنا خاصك تفرق بيناتهم، انه سي فريمون با سوكو ف زينب، فهمتي؟ بالنسبه للديسكور ديريكت ياك هو الخطاب المباشر، يعني ملي تيتكلم شي شخص وتيقول ديك الكلمه وديك الكلمه ديك الجمله اللي قال ياك تتهز كما هي وتتوصل لشي مستمع اخر، عشان نسميوها سان ديسكور انديريكت، فهمتي؟ اون بو رابورتي ديريكتومون لي بارول دو كيلكي، يعني نهزو ديريكتومون الخبر كما هو، شنو هو الكلام ديال شي واحد، لو بارول دو كيلكي، لي بارول دو كيلكي كما هو ياك، سي لو ديسكور ديريكت، اذا هنا تنسميوه لو ديسكور ديريكت ياك. لو ديسكور ديريكت ايت انترودوي بار ان فيرب انتروديكتور، يعني هاد لو ديسكور ديريكت ما تنقولوش دي يعني غير بوحدو، تنقولوا بان فلان قال، هذاك فلان قال، فلان تكلم، فلان وحالينا الى اخره، هذاك الشيء كل هذاك الفعل اللي تنستعملوا تيتسمى ستان فيرب انتروديكتور، يعني تيوجدنا الكلام ديال السيد، فهمتي ولا؟ ما تقدرش مثلا تجي وتقول شي واحد سكتوا التلاميذ، غايقول لك شنو ما كاين حتى تلاميذ هنا، اش غتقول له؟ او دير الاستاذ قال سكتوا التلاميذ، فهمتي كيفاش؟ اذا داك قال هو انتروديكتور، تنقولوا له بروفيسور ادي، فهمتي؟ طيزيفو مثلا، فهمتي ولا لا؟ ما لجيتي بحال دابا غير قدام واحد المجموعه ديال الناس تكلم عليه وقلتي لهم طيزيفو، كيفاش قلتي لهم طيزيفو؟ غتقول له دير لو بروفيسور ادي طيزيفو، عاد غيفهموك، اذا لما درتيش هاد لو فيرب انتروديكتور ما غيفهموش لو ديسكور ديريكت، فهمتي ولا لا؟ اذا ضروري يكون داك لو فيرب انتروديكتور، ياك؟ اذا لو ديسكور انديريكت يتانترودوي باغ ان فيرب انتروديكتور، سو فيرب جينيرالمون دير، يعني غالبا تنقولو قال، ياك؟ ولا شنو؟ اوكيب بليزيور بوزيسيون باغابوغ او بروبو رابورتي، يعني هاد قال يعني راه تياخد بزاف ديال البلايص، يعني اما تيجي في الاول ديال الجملة ببساطة، اما تيجي في الاول ديال الجمله ولا في الوسط ديال الجمله ولا في الاخر ديال الجمله، هذا هو اللي بغى يقوله، ماشي شي حاجه، فهمتي لا؟ تنقدر نقول لك طيزيفو الاستاذ قال، ونقدر نقول لك الاستاذ قال طيزيفو، فهمتي؟ لو فيرب انتروديكتور شنو هو مالو؟ يقدر يكون يجي في الاول ديال الكلمه ياك، في الاول ديال الجمله، ويقدر يجي شنو؟ الانتيغيور، يعني في الوسط ديال الجمله، يقدر يجي في الاخر الجمله، في الاول ديال الجمله بحالاش؟ إل سابروش دو لوندوا دو لونفون إل ويدي شنو؟ دوما تيغا اليكول، شتي؟ ها هو لو فيرب انتروديكتور، هو جا في الاول، هو دي سي لو فيرب دير، جا في الاول ديال الجمله ياك، قبل من هاد لو ديسكور ديريكت ياك. كاين الحاله الثانيه غيجي في الوسط ديال هاد لو ديسكور، بحالاش؟ بحال اي كو ديغا بابا دوموندا لونفون، يعني اش غيقول بابا؟ يعني الطفل قال ياك، الطفل يتساءل، تساءل الطفل، كو ديغاتيل سيل سي كو جو نو في بلي اون كلاس، ياك؟ يعني اش غايقول الى عرفني بانني ما تمشيش القسم، الحمد لله. شوف الاول اش قال، كو ديغا بابا، اشنو غايقول بابا؟ تساءل الطفل، كو ديغاتيل سيل سي كو جو نو في بلي اون كلاس، يعني ما تمشيش القسم، ياك؟ شنو الملاحظه ديالها في الجمله؟ انتخيديكتور جا في الوسط، جا في الوسط. كاين الحاله الاخرى هو ان لو فيرب انتروديكتور اش غيوقع له؟ تيجي في الاخر. كيسكو سيكس ست شوز لا، ياك؟ اشنا هي هاد الحاجه؟ دوموندتيل، يعني تساءل، ياك؟ هو تساءل، يعني من المفروض نكونوا عارفين شكون هو هاد هو، الحمد لله. والا الا ما كناش عارفين خاص تعطي شكون هو، مش عارفين شكون هو هاد ايل، يعني تقول دوموندا ليليف، دوموندا لوم، دوموندا، فهمتي؟ دوموندا لا فام الى اخره. يعني خاصك تحدد شكون هاد، على عكس لو ديسكور ديريكت، لو ديسكور انديريكت كيفاش تيكون؟ تيكون موصل الخبار ماشي هو هذاك، ماشي هو هذاك، تتوصلوا هو هذاك ولكن تديروا عن طريق لا فاسون ديالك انت، فهمتي ولا لا؟ بحال دابا هنا انت البروفيسور انونس ا سيز اليف، شوفنا ها لو ديسكور انديريكت،
vous passerez ياك l'examen à la fin de la période ياك اشنو غتولي هنا le professeur annonce à ses élèves qu'ils passeront l'examen à la fin شنو à la fin de la période شي الفرق شنو لا يعني هنا خدينا الكلام كما هو ديال الاستاذ ياك يعني قال لهم نتوما غتدوزوا ليكزامان في النهايه ديال هذه الفتره ياك هنا جا واحد اخر قال لك ودير الاستاذ راه قال باننا بانهم غيدوزوا كيل شكون هما لي زاليف كيل باسون ليكزامان على فان دو لا بيريود يعني غيدوزوا الامتحان امتى في النهايه ديال الحقبه فهمتي شنو الفرق باننا الاستاذ طلق لو ديسكور ديريكت يعني كما هو يعني سمعناه مباشرة أو أن الشخص يحملو لك كما هو يعني تيقول لك يعني يطرح السؤال كما طرحو الأستاذ يعني ما يزيد فيه ما ينقص كاين الحالة الثانية شناهي يعني تيغيرو داك الإنسان اللي غينقل الخبر تيغيرو بلا فاسون ديالو ولكن فيها قوانين ماشي تقول لي كما بغيتي الحمد لله غنشوفوها لي باغول نو سون با رابورتي تيل كيل يعني ما تيتحملوش الخبر ما تيتحملش كما هو فهمتي طيل كيل اون تي تي معلوم برونونسي يعني ما تيتحملش كما هو تقال في اول مره فهمتي لو ديسكور ان ديريكت اي تانترودوي بار ان فيرب انتروديكتور كنا شفنا في هذاك لو ديسكور ديريكت بان عنده واحد لو فيرب انتروديكتور ياك تيوجدك باش تسمع داك الكلام بحال دابا اللي جا عندك قلت لك تيزيفو واش عرفتي شكون شنو هي تيزيفو ضروري خاصني نقول لك لو بروفيسور هادي دو بوين انا هذاك غيومي ياك اوفري لي غيومي غتقول تيزيفو عاد غيعرف المستمع اشنو تقصد ياك ولا لا اذا كاين هذاك لو فيرب انتروديكتور ولكن بالنسبه لو هذاك لو ديسكور انديريكت هو عنده لو فيرب انتروديكتور ديالو ياك اي تانترودو بار ان فيرب انتروديكتور كي سو بلاس شنو او ديبي دو لا فراز ياك ولا لا يعني تا شنو تقول البروفيسور هادي وتتقول لو ديسكور كاين في هذاك لو ديسكور ديالك شنو لو بروفيسور هادي وتتكمل كيل ولا سي ولا تطرح دي كيسيون حنا غنشوفوهم يعني تتربط بواحد لي تيرم حنا غنشوفوهم دابا ياك كاين ابري لو ديسكور انديريكت اي تانترودو بار ان فيرب انتروديكتور كي سو بلاس او ديبي دو لا فراز ياك قلناها عندنا الحالة ابخي لو فيرب انتروديكتور هنا فين غيجي الفرق بالنسبة من بعد لو فيرب انتروديكتور مباشرة اشنو غنزيدو باش نربطوه مع الكلام ديال الاستاذ شنو تنزيدو اون بي افواغ كو يعني تنقدرو نزيدو كو شتيا بحال اش بحال هادي اللي شلنا انا شتيا ها هو شوفنا الزليف ها هو حبس ها هو حبسنا عند الزليف ولكن بين لي زالي بين لي زالي فهاد لو ديسكور لي قال الاستاذ زدنا ك وزدنا ايل في الغائب شيا ياك من بعد لو فيرب انتروديكتور امتى دون لو كا ديال الفراز افيرماتيف فهمتي ولا لا يعني فراز افيرماتيف يعني افيرماتيف يعني ما فيهاش كيستيون فهمتي ولا لا ولكن الا كانت عندنا كيستيون شنو نديرو اما سي ياك و ان اوتر مو انتروغاتيف بحالاش بحال كال بوركوا كومون الى اخره يعني تدير بحال غتسول فهمتي ولا لا بحال دابا نعطيك مثال فك نديرو السي انا نقول لك بحال دابا الاستاذ يقول لكم الاستاذ غيتكلم دابا في لو ديسكور ديريكت تيقول لك اسكو فو زافي فوتر ليفر اذا اش نقولو نقولو البروفيسور سو دوموندا سيل افي لوغ ليفر ياك ولا لا سيل افي لوغ ليفر يعني واش عندهم ولا سيل زون لوغ ليفر ياك ولا لا اذا هنا تستعمل سي يعني واش عندهم لي حيت هو ما عارفش اذا اش نستعملو تنستعملو سي الحمد لله اذا واش طرح اسكو واش عندكم واش هو عارف واش عندهم ولا ما عندهمش اذا تنستعملو سي الحمد لله طرح السؤال لو بروفيسور ادي كومون طاليفو كالكولي سيت اوبيراسيون مثلا ياك ولا لا كيفاش غادي تخرج هاد العمليه كومون طاليفو ريزودر سيت اوبيراسيون مثلا ياك ولا لا كالكولي سيت اوبيراسيون اذا اش غتقول غتقول لو بروفيسور سو دوموندا كومون نو زالو ريزودر ياك كومون نو زالو ريزودر سيت بروبليم ولا سيت
اوبيراسيون فهمت ولا؟ اذا غنعاود نفس هذيك كومون اللي قال هو. واش فهمتي الفرق ولا لا؟ لو ديسكور عندي الاستاذ قال واحد الجمله افيرماتيف تنزيدو غير ك ياك تربطو في لو ديسكور انديريكت تربطو من بعد لو فيرب انتروديكتور تنزيدو ك. ولكن اذا كانت ديك الجمله اللي قال هو استفهاميه اما تنستعملوا سي ولا تنستعملوا كيل بوركوا كومو الى اخره. قاعدوك الكلمه اللي بدا بها هو التساؤل فهمتي ولا؟ الكلمه اللي قال مثلا او اليفو غنزيدو او فهمتي ولا؟ اذن او هي اللي بدا بها لا كيستيون. اذا ملي هضروا لك عليه على لو ديسكور انديريكت ختموا لك واحد المساله كون لو فيرب انتروديكتور اي او بريزون لو طون دو لا سيبوردوني نو شونج با. وهاد الكلمه لها ما بعدها عرفتي ولا؟ لان بحال دابا هنا لو بروفيسور انونس لو فيرب انونسي واش في البريزون ولا في تير ولا في الامبارفي ولا فاش لو بريزون بريزون. اذا هاد لو طون اللي غيكون لا من بعد فهاد سميتو ما غيتغيرش فهمتي ولا؟ كاينه باسري باسون شتيها فيتير فيتير ما غيتغيرش. ولكن الا كانت عندنا انونس غا مثلا ولا انونسي ولا شي حاجه مثلا في الباسي هذا غيتغير فهمتينا. الا كانت هنا فو باسري ما غتبقاش هنا نو با الباسون فهمتي ولا؟ ما غتبقاش الباسون غتولي حاجه اخرى. المهم اللي خاصك تعقل عليه انت هو مادام عندنا هنا هذا البريزون لو بروفيسور انونس هذا لو فيرب انتروديكتور في البريزون. هذاك الريفيرب اللي غنستعملوه هنا في الكلام فاش غنبغيو نحولوه لو ديسكور انديريكت شنو غيوقع ليها؟ غتبقى هي هي. علاش؟ لان لو فيرب ديال لو فيرب انتروديكتور مالو فيتور في البريزون كاين في البريزون فهمتيني ولا لا؟ لا كونستري غالبا تنستعملو اش تنستعملو؟ تنستعملو الي بليس انفينيتيف ياك. Je vais partir, je vais changer, je vais manger, je vais écrire, je vais إلى آخره. يعني وتعني بها le futur proche. يعني futur هو مستقبل وكان قريب proche قريب ياك. إذن هنا بحدي le futur proche exprime une action qui aura lieu dans un futur très proche du présent. يعني قريب le présent.